هي المشكلة كمان، يعني هنخرج من الجزئية ديت، ان كمان من مسؤوليات الكابتن حسام، وانه يمكن الاداء غير متوقع، الاداء السيء في المباراة الاولى كان بيحط عليه كمان بعض الضغوط، ان المباراة التانية ديت لا مجال فيها طبعا لاي نتيجة غير الفوز، مع بالظبط مع اداء على الاقل افضل من الاداء اللي شفناه في مباراة يوم السبت. يعني هي طبعا مسألة الاداء دي عليها خلاف شوية يعني، بس انا عايز ارجع لما قبل كورونا. منتخب مصر مع كابتن حسام البدري برضو، خلينا احنا بنتكلم فنيا، لم يؤدي اداء. هل هو كان مقنع لاي حد؟ لا، ماتش الجزر تتعادل مع كينيا وجزر القمر. ايوه، واعتبرنا انه ماتش القمر بالانجلش علينا، يعني علينا بس احنا هنمشيها القمر. اعتبرنا ان الماتشين بتوع توجو هي دي البدايه الحقيقيه للكابتن حسام البدري بالظبط، بس جاياله كمان بعد توقف سنة كاملة عن أي تجمع لمنتخب مصر. وحضراتكم لما تشوفوا التشكيل اللي هو لعب بيه قبل كده واللي لعب بيه دلوقتي، مفيش خلاف جامد، هما تقريبا نفس اللعيبة باستثناء عدد قليل جدا. يعني المباراتين اللي هم كينيا وجزر القمر، كان بس باك الشمال كان موجود عبد الله جمعه، كان ايمن اشرف لعب وعبد الله جمعه، دول الباكين الشمال مثلا. انا بقول لك يعني انه كهربا كان موجود، هو بدا بيه ولعب وكان بيأدي كويس جدا. فعايز اقول انه هو بيدور في نفس المجموعه، ما شفناش اي اضافات. يمكن بقى يجي حمدي فتحي مثلا، هيبقى اضافه من المتوقع ده انه يفرق. لا، هو حمدي كمان اثبت وجوده يعني مع النادي الاهلي، ولعيب له شكل وله ستايل يعني مش يعني عارفه، في لعيبه انت بتحسي ان ده عنده شخصيه بالظبط، او عنده طريقه اداء معينه مميزه مميز بيها، فدي اعتقد انه هيبقى اضافه.